هنا أمر. وأعرف كثيرا من الناس يخصص يوم الجمعة لزيارة ذويه من الموتى في المقابر. الاستمرار على الزيارة في يوم الجمعة هذا لا يجوز. إن زارهم أحيانا وأحيانا في يوم الجمعة فلا بأس، لكن أن يكون الراتب والمستمر له أن يزورهم كل جمعة فهذا مخالف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند أبي داود: ولا تجعلوا قبري عيدا. فإذا زيرت المقبرة من المسلم لموتاه كل جمعة فيصدق عليه أنه اتخذ قبورهم عيداً.